أهمية معرض اسكندرية من وجهة نظرك للكتاب بالنسبة لك طبعا ككاتب، وبالنسبة لك كواحد اسكندراني قارئ عندك شغف للكتابة مهتم بالوسط الثقافي؟ اسكندرية هي منبر الكوزموبوليتينية في مصر. احنا يعني اسكندرانية عندنا دايما اعتزاز قوي مصدره ان احنا شعوب بحر متوسطية طبعًا. عندنا افق دايما، او بنشوف نفسنا كده يعني عندنا افق اوسع، لان احنا ما عندناش حدود مننا للبحر للحياة للحرية. وده مش غريب على ان اسكندرية في وقت ما قبل الميلاد كانت هي عاصمة الادب في العالم الاغريقي، بالاضافة الى ان مكتبة اسكندرية هي رمز موجود قبل اسكندرية لها اي هوية اخرى. فاعتقد انه حدوث معرض بضخامة مكتبة اسكندرية في مكان زي ده هو ليه خصوصية ثقافية، يعني واحنا موجودين هناك بنشعر ان احنا موجودين في مكان هو موجود يعني ليه تاريخ يساوي تاريخ الحضارات. جميل، أنا سعيدة جدا بلقائك، ومرة تانية ألف ألف مبروك على الجائزة، وإن شاء الله نشوفك قريب في الاستوديو بقى تنورنا. شكرا جزيلا جدا. ميرسي ميرسي. الكاتب مارك أمجد بشكرك ونورتنا.